توقعت وكالة بلومبرج الأمريكية دخول المزيد من الاستثمارات الخليجية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن مشروع تطوير رأس الحكمة والاتفاق بين مصر وصندوق النقد لاقى إشادة كبيرة في أوساط المستثمرين الأجانب، متوقعة أن تجذب هذه الخطوات مليارات الدولارات عن طريق السندات في الأشهر المقبلة. كما ذكر التقرير أن العدوان على غزة ضاعف من الأهمية الجيوسياسية لمصر، حيث أثبتت الحرب قدرتها على التأثير في السياسة الإقليمية.